الهلال أنه يصل إلى رقم هشام بوشروان اللي سجل في نسخة واحدة 7 أهداف كان ذلك في سنة 2002، وبالتالي تفصيله 3 أهداف فقط. أكيد مع مرور الرجاء لربع النهائي في مباراتين على الأقل، تنتظر الرجاء الرياضي والأمنيات أن يكون الرقم أكثر من ذلك. الأمنيات أن الرجاء يمشي لأبعد نقطة في منافسات دوري أبطال إفريقيا. تضيع ديال الكرة صعبة صعبة، هدف التعادل صعب، وهدف التعادل لفائدة نادي سيمبا التنزاني عن طريق اللاعب أوتوس. غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، لكن معلش معلش في متسع من الوقت للعودة مرة أخرى للتقدم. سنشاهد الإعادة مجددا. أول كرة تنزانية وأول هجمة تنزانية، لكن أيضا هدية تأتي من المدافعين وحارس المرمى أنس أزنيتي. سنتابع هنا الأخطاء المرتكبة، الخطأ الأول من محمد زريدة، وبعد ذلك الخطأ الثاني من المدافعين في العمق، وأيضا خطأ أنس أزنيتي في التقدير الذي لم يكن موفقا. هنا الخطأ الأصلي، خطأ محمد زريدة. هنا تباطؤ الهدودي في الضغط على لاعب أوتوس. أوتوس انتبه لخروج أنس أزنيتي وبالتالي يرفع عليه الكرة بهذا الشكل، لكن الخطأ في الأصل هو من محمد زريدة. الخطأ الثاني الهدودي الذي تباطأ في الضغط وافتكاك الكرة أمام أوتوس، والخطأ الثالث أنس أزنيتي.